لكل محبي الفن السابع منبشركن انه صالة العرض بزوم ان تفتح بوابها لتعطيكن فكرة عن اجدد الافلام العالمية وتفرجيكن مشاهد عنا قبل ما يتم عرضها بصالة السينما. وبرونو يمنى رح يتكفل ويطلعوكن على اخر اخبار مشاهير هوليوود. اوين ويلسون خبر مش كتير حلو عنه بس بنقول له الحمد لله على السلامة. بالاضافة لمقابلات خاصة مع بعض المخرجين والممثلين. زوم ان مع برونو يمنى على الجديد.